بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم وإزايكم في مقطع فيديو جديد. وفيديو النهاردة بخصوص من أكبر عمليات النصب اللي حصلت مع مواطنين مصريين مقيمين في منطقة إمبابة ومقيمين في منطقة الوراق، ومنهم موظفين حكومة في وزارة التربية والتعليم. تم النصب عليهم من واحد اسمه سلامة عبد العليم محمد قطب. سلامة عبد العليم محمد قطب ده شغال عامل فني في وزارة التربية والتعليم، دي وظيفته الحكومية. استغل ان هو شغال في موظف في الحكومة في وزارة التربية والتعليم، وضحك على زمايله الموظفين اللي شغالين معاه، قال لهم ان هو بيشغل الفلوس وبيعمل بيها مشاريع خاصة بمشاريع مقاولات، بحكم ان هو كان شغال كهربائي بجانب وظيفته الحكومية بيعمل شغل كهرباء. فاستغل بقى طبعا الناس الساذجة اللي ما عندهاش اي وعي قانوني، وما ينفعش يتقال عليهم غير ان هم ناس ساذجة والطمع عماهم. فجمع منهم فلوس كتير جدا، تلاقي موظف مثلا خد منه 300,000، وفي موظف اللي خد منه 1,000,000 جنيه، وفي موظف اللي خد منه 500,000 جنيه، وفي اللي راح لم فلوس من نسايبه وقرايبه وراح اداله وشغلها. قال لهم ان هو بيديهم على 5,000 جنيه، على 100,000 جنيه 5,000 جنيه، يعني انت لو معاك 100,000 جنيه يديلك على كل 100,000 جنيه 5,000 جنيه. طبعا ده يعني كلام لا يعقل وكلام ما يخشش دماغ اي حد، بس هو استغل السذاجة بتاعت الموظفين، واستغل السذاجة بتاعت الناس اللي في الوراق وفي امبابة، واستغل الطمع بتاعهم او الطيبة الزيادة عن اللازم. وبعد كده لم الفلوس ديت واختفى وهرب، لأنه هو بقاله فترة كبيرة شغال مع الناس ديت، بقاله أكتر من 5 سنين. فطبعا لما بيبقى واحد بقاله 5 سنين بيبقى شغال وعمال بيلم فلوس من الناس، ففي ناس كتير منهم طلعوا منه، لأنه هو إيه كان بيجي عليه وقت ما كانش بيدفع لهم فلوس، كان يروح يديهم مثلا نص الفلوس اللي كان متفق معهم فيها، أو ممكن يقعد مثلا ياخد من واحد 100,000 جنيه ويفضل شغال يقعد يديله 5,000 جنيه لمدة مثلا 4-5 شهور، وبعد كده ايه يقعد يحنسه على بقية الفلوس بقية المبلغ وياكل عليه بقية المبلغ. شوف انت لما باخد منك 100,000 جنيه وكل شهر يديك 5، يضرب 5 × 5 ب25,000 جنيه، وبعد كده يحنسك على 100,000 جنيه اللي انت كنت دافعهم، وانت ايه زي المغفل بتروح تجيب صحابك وقرايبك عشان يشغلوا فلوس، وتروح تاخد كارد من البنك. في ناس راحت خدت كارد من البنك وادت له الفلوس، واستغل طبعا السذاجة بتاعتهم وطمعهم. طبعا احنا مش هنتكلم بقى ايه ونعيد ونزيد في الكلام ده، لان في ناس تانية كانوا داخلين معاه جمعيات، يجي مثلا كان يعمل جمعيات مثلا ب100,000 ب60,000 ب50,000، وراح استغل بقى الفلوس الجمعيات بتاعت الناس، برضو ناس موظفين في التربية والتعليم وناس مقيمين في منطقة الوراق وفي منطقة امبابة، راح ضحك عليهم ونصب عليهم في فلوس جمعيات. يعني دي ناس طبعا ناس مش هنقول بقى ان هم بيشغلوا فلوسهم ولا اي حاجة، ده واحد داخل جمعية عادي معاه، فعمل العملة بتاعته واستغل بقى ان الناس وثقت فيه، وراح لم فلوس الجمعيات بتاعت الناس بجانب الفلوس اللي هي ضحك على الناس فيها بحجة ان هو هيشغلها لهم في المقاولات وفي الكهرباء، ولم اكتر من 200,000,000 جنيه. اكتر من 200,000,000 جنيه لمهم من الناس
تحت مسمى توظيف أموال وتحت مسمى شراكة في حاجات أصلا مش موجودة ولا في أوراق ولا أي حاجة، هم وثقوا فيه عشان هو شغال في الحكومة وموظف، فقال لك لا يمكن إن هو ينصب علينا ويسيب وظيفة الحكومة ويختفي. لم أكتر من 200 مليون جنيه من فلوس جمعيات وفلوس ناس كانوا بيشغلوا فلوسهم معاه ونصب عليهم واختفى. المهم في ناس راحت خدت مشيت في الإجراء القانوني وراحوا عملوا بلاغات ومحاضر، ف للأسف يعني ما وصلوش لأي حاجة، ولحد دلوقتي بقاله مختفي من شهر إبريل، وإحنا دلوقتي في شهر أهو 8 قرب يخلص، بقاله 5 شهور مختفي وفص ملح وداب ومحدش يعرف عنه أي حاجة. فأنا طبعا هعرض عليكم الصور بتاعته وأعرض عليكم البيانات بتاعته، بحيث إن أي حد يستدل عليه إن شاء الله يعني هيبقى ليه مكافأة يعني بخصوص الموضوع ده، بحيث إن هو يتجاب ميري أو يتجاب ملكي. يعني حكومة جابته، ناس بره الحكومة عرفت تلاقيه وتجيبه وترشد على مكانه، فده واحد معاه 200 مليون جنيه يا جماعة، أكتر من 200 مليون جنيه. فانت شوف انت لما توصل لواحد زي ده انت كده وصلت الكنز. فاللي يعثر عليه، اللي يعثر على واحد زي دوت، يحاول ان هو يعرفنا بس بمكانه، وان شاء الله بإذن الله هيبقى ليه مكافأة كبيرة جدا، سواء بقى وصلنا له هرجع واقول ميري من عن طريق الحكومة او ملكي من عن طريق المواطنين. تمام، فانا هعرض عليكم دلوقتي الصور بتاعته وشكله، بحيث ان اللي يستدل عليه يتواصل معايا وايه ويعرفني مكانه ويعرفنا مكانه فين. ادي دي ادي ده صورته، ده الافندي اللي نصب على الناس وسرق فلوسهم، اسمه سلامة عبد العليم محمد قطب، وليه ابن اسمه مصطفى سلامة عبد العليم محمد قطب، وادي البطاقة بتاعته، سلامة عبد العليم محمد قطب، مقيم في 19 شارع محمد السروجي في الوراق بالجيزة، وادي بطاقته من ورا، رقم البطاقة بتاعته 270-111-521-014-34، شغال عامل فني في وزارة التربية والتعليم. تمام يا جماعة، مراته برضو كانت عاملة جمعيات ونصبت على ناس كتير جدا في الوراق وفي امبابة، مراته لمت فلوس كتير جدا من ناس على أساس إنها تعمل لهم جمعيات ونصبت عليهم وضحكت عليهم، اسمها هويدة، ديت مراته اسمها هويدة. دي صورة مراته اسمها هويدة، لمت فلوس من الناس في الوراق وفي امبابة ونصبت عليهم واختفوا فص ملح وداب. دول جمعوا اكتر من 200 مليون جنيه يا جماعة، انتوا عارفين يعني ايه 200 مليون جنيه؟ لموا اكتر من 200 مليون جنيه، فاللي هيستدل عليهم هيبقى ليه مكافأة كبيرة. يعني اللي هيستدل على واحد زي ده، انت لقيت كنز، لقيت كنز. فلو وصلنا له، سواء وصلنا له ميري او ملكي، فاللي هيوصل له وصل لكنز 200 مليون جنيه. دي وايده مراته، وادي سلامة عبد العليم محمد قطب، وده ابنه مصطفى سلامة عبد العليم محمد قطب،
اللي استدل على أي واحد فيهم يوصلنا ليهم. وليه بنت برضو عيلة صغيرة بس ما مش معايا صورتها للأسف، فحاول إن أنا أجيب صورتها برضو. فإحنا دلوقتي بنعمل كده لأن إحنا خلاص فقدنا كل السبل وكل الوسائل اللي إحنا نوصل للمجرم النصاب دوت اللي اسمه سلامة عبد العليم محمد قطب، المجرم النصاب ده اللي لم فلوس الناس واختفى. وطبعا في مشاركين ليه في زور المجرم اللي زي دوت، فبيبقى ليه شركة، فالشركة دول برضو مسيرهم هيقعوا. واللي خلى حاجة زي كده تنجح الناس اللي هي الساذجة المغفلة اللي تدي فلوسها لواحد عشان يشغلها لها. ادي ده سلامة وادي مراته هويدة، وده ابن مصطفى سلامة عبد العليم محمد قط اللي استدل عليهم يدلنا بيهم. فانت وصلت الكنز، انت وصلت الكنز لو عرفت تستدل عليهم. لموا اكتر من 200 مليون جنيه، عايزين نوصل لهم عن طريق ميري او ملكي. ده الصور تاني هعيدها عليكم كل شوية كده عشان اللي يعرف يستدل عليهم. تمام يا جماعة، اللي يعرف يستدل عليهم ان شاء الله يتواصل معايا ويعرفني. طبعا انتوا ايه، الفيديو ده ان شاء الله هيبقى منتشر طبعا على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى السوشيال ميديا، واي حد يعرف يتواصل اليه يتواصل ايه معايا من عن طريق المواقع السوشيال ميديا، وان شاء الله باذن الله نوصل له، لان هو لسه ما طلعش بره مصر، هو مختفي جوه مصر. بجانب ان النصاب دوت يعني اكيد تعامل مع ناس شغالين في التهريب وشغالين في الارهاب علشان خاطر يخفوا له الفلوس بتاعته دي ويهربها له بره مصر، لان اللي شغالين في المخدرات والارهاب والتهريب كلهم واحد، فهو بيتعاون معاهم علشان يهربوا له الفلوس دي بره مصر. وان شاء الله باذن الله نوصل له باذن الله، واشوفكم على خير.